ايه اكابر يوم اقول قلبي معي، ايه اكذب ايه اعاند وادعي. قلت لك اني انا قلبي معاي، وانت احساسي وشوفي وما اسمعي. ايه اكابر يوم اقول قلبي معي، ايه اكذب ويه اعاند وادعي. قلت لك اني انا قلبي معاي، وانت احساسي وشوفي وما اسمعي. شفت هذا الكون شكي واليقين، وثق وحدد من معاي ومو معاك. تعرف اني كل شوقك والحنين. خذ من القلب الخلي قلبي ولين، وخليني ما بين شكي واليقين. ثق وحدد من معاي معاك، وتعرف اني كل شوقك والحنين. بين عقل وبين قلب وبين روح، والتفاصيل الصغيرة والجروح. اختياري صعب لكن ما لي حل الا اني عاشقك صمت وبوح. مرحبا. تحبين نلتقي مثل ما وعدتك؟ نفس المكان؟
وانا بعد. سلام. هلا حبيبتي، شغل بالي عليك. حلو، سلمي على بابا وعلى وفاء وكايلة وايد، وانا بكلم راشد يمكن مر عليكم اليوم. زين، مع السلامة. خلاص استاذ عبد الله، كل شيء تمام. تم عندنا شيء الحين؟ وايد اشياء عندنا. زين، ما في شيء تقدر تاجله الوقت؟ والله اذا حاب ممكن ناجل الاجتماع مع الموظفين والمدراء التنفيذيين. عيل تصرف انت، انا طالع في مواد عائلي وارجع ان شاء الله عليك. ان شاء الله. بابا الله، ايه الفجأة الحلوة دي؟ الجميلات بتوعي موجودين هنا، انا مش قادر استحمل. ربنا يخليك لينا يا احلى بابا في الدنيا. انت كانت الحلقة بتاعتك جميلة جدا جدا، كنت بتفرج عليها على اليوتيوب. ميرسي، انت مفيش غيرك بيرفع لي معنوياتي. تعالوا تعالوا تعالوا. وينك؟ وأخيرا. أهلين. لطيف المكان، واضحة خبرتك في تجهيز الأماكن الرومانسية. حبيت؟ كثير حلو. أنا مش حلوة؟ الأجواء ما تحلى إلا فيك. ما قلتش باكيتك ليه يا بابا؟ كيف
كفايه كده انا شبعان قوي. لا على فكره انت كده بتتدلع. لا يا جماعه ما كرش ومش كرش. ايه تاكل اللي انت عايز؟ ممكن اقلبك في الكتاب ده؟ يا حبيبتي كل اللي بالبيت ملك. ميرسي ربنا يخليك. يا رب. اعتقد جالك مسج. انا لازم اروح. ايه في ايه اللي حصل؟ طب استني. طب قولي لي في ايه يارا؟ يا بنتي استني. مفيش ازعاج؟ لا بالعكس، بس حاسه بصداع خفيف. لا تاكل هم، خليني اجيب لك حبه جارات. مدام يارا؟
دام يارا انت من المستشفى عرضت لحد كثير بسيط الحادث فلا تخاف منه عرضت لحد كثير بسيط لا تخاف من جماعة ما سكنا دام ما سكنا ان شاء الله خير الو اي نعم انا زوجي هي بخير يا انك فورا فورا هذا مو شغل ما جبنا مليون متابع على من هذا الشغل ليش انا شو سويت فوضى ولا بي اي ذره تنظيم زين شو لازم اسوي مليون متابع وانت تركضين ورا البراندات والبراندات هي اللي تجي عندك بعدين انت لازمك مدير اعمال مدير اعمال اي طبعا مدير اعمال الف واحد يتمنى يشتغل وياك زين ليش ما تصير انت مدير اعمال لا 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 ولا فارغ ولا عندي وقت وما ارد اتقرب اكثر كده يعني عايز تسيبني وانا اقدر اعوفك خلاص مدوس مدير اعمال بس ها على شوري وتسمعين كلام تامر امر ما يامر عليك علي ايش قاعد تقول طيب في المستشفى يلا يلا مع السلامه على ذمكم خير شوفي يارا سوت حادث اول شيء لازم تغيرين ستايلك شلون يعني شعرك مكياجك لبسك كلامك كل شيء ليش كل هذا لبسي حلو كلامي زين مضبوط وصحيح هذه في حياتك الشخصيه بس احنا داخلين على شغل بزنس كبير بزنس شنو البزنس ايفنت وانت اللي لازم تحضري وتكوني فيه سوبر ستايلش ايوه كده بقى هذا اللي ابغاه من زمان لعبتي ومسرحي وصلتي باقي بس ندفع العمولة للرجال نوقع مع العقد بندفع قد ايه يعني 20,000 درهم مو كثير اقول جد اختك يارا المذيعة ليه ما قلتي ما جت فرصة بعدين شو دخل يارا الحين لا بس سؤال يعني ما في شيء عادي اطلب لك شيء ثاني ثانك يو بعد حياتي تعال بنشوفها نطمن عليها ما فيها الا العافيه شوف انت وطمن عليها وخبرني ليش؟ شو مستوي؟ في مشكله بيني وبين يارا مشكله كبيره الله الله يهديك بس وقت مشاكل يارا طايح بين الحياه والموت ما نعرف ايش صاير فيها بس غبي غبي صاير ها قول خنتها خنتها مع واحدة ثانية وشافتني وين؟ بغرفة الفندق شفت كيف نظرتني نظرة جد خلتني احتقر من نفسي طلعت انا احس ان هالحادث هذا بسببي انا راشد ما راح اسامح عمري ابدا طبعا 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 ما تقدر تسامح نفسك كيف تسامح نفسك يعني؟ ها؟ يا رجال بتروح فيها
سبب نزواتك الخايسة؟ أنت ما تفهم؟ تبينون؟ راشد راشد أنت ريال تبدأ تتفهم موقفي. أنا عينك عشان تساعدني. باقي أساعدك. ساعدك كل شيء. كيف أقدر أساعدك يعني؟ عبد الله أنت لازم تترك هالمكان فوراً. يا رب مو لازم تشوفك. حمام. تحبها وتخونها. تفهم موقف راشد. عبد الله اطلع من هالمكان. عمي جاي بالوفاة. إذا شافوك بهالحالة ما عندي مبرر له. بروح والله بروح راشد بس ابقي وعد منك انك انت تساعدني. ما عندي وعد. ما اقدر اوعدك باي شيء. شد. انت ايش؟ انت ما تفهم؟ انت ما تستاهل يا اصلا. ما تستاهل. يلا يلا فارج. عبد الله تلف. الحمد لله على السلامة الحبيب. الله يسلمك. تراني اترياك وحياتك اليوم زهبل لك احلى سهرة. انت من صدقك يا نيت. يبان وراي مرة وراي عيال اهل. لا كلامك صح، الصراحة اللي تقوله صح. متى بتخلص؟ خلها باكر وايد احسن. شو؟ باكر؟ حبيبي عندك ساعتين تو ورس وحياتك وبرجع اخذك يا الحبيب. المهم خلني انزل الشنط. يلا 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 يلا. الله الله يا سليمانك انت جميل. جايب لي هدايا ولا بعد اللون الاحمر. الله انت تحب الاحمر؟ وحياتك يا الحبيب اموت على الاحمر. حبيبي هدايا بناتي هذيل. يلا 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 نزل الجنطه. يلا حجر ورقم خاص عشان اعطيك اللون. 1 2 3 1 2 3. خلاص اي لون تبين؟ وردي. اوكي بوسه بوسه. فديته والله. فطوم تعالي غمسج غمسج. واي هديتك مشكور. بس هديتي كانت المفروض تاخذني وياك استانس وتودرني هني بروحي. روح اللعبه وانا بعد شوي العب معاكم. يلا كم مره قايله شات كلمه كذي قدام البنات؟ عقب شو؟ عقب ما سافرت ورجعت واستانست وشبعت الحين جاي تلومني؟ لا والمفروض اني استانس على هديتك هذه؟ منال ليش انت ذكيه تحبين المشاكل؟ ليش؟ كل الريايل لما يسافرون شلون حريمهم معاهم الا انت تستانس لما تكون بعيد عني. الشرع مو عليك، الشرع علي. نيه البيت ليش المفروض وين كنت تروح؟ عند ربعك مثلا؟ بس عاد انا ولا انت كنت وايد مستانس ومبسوط جيت انك كنتي علي
تدرين شلون؟ بخليلك البيت واطلع لانك تعبتيني. انت اللي تعبتني، ما صارت كل ما سولفت وياك هديت البيت ومشيت. انا يعت، انت ما يعتي؟ والله ميتة يوع، دوم انسى اكل لما اشتغل. زين قومي يلا عازمنك. عازمني؟ اي عازمنك، تحت في الكافيتيريا، تعرفين شو؟ عازمنك على حسابك يلا. زين. تعرفين ضحكت وايد حلوة؟ وايد حلوة. لحظة. كندا. الو. يلا يا 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 يا. خير؟ يارا سويت حادث. مساء الخير مدام يارا. لا وضعك كثير منيح. حاسي بشي ألم؟ الحمد لله. فيك تحكي لي تفاصيل عن الحادث؟ ما أتذكر ولا شيء. كنت وايد معصبة وأسوق بسرعة. هذا آخر شيء أتذكر. أنا آسف مدام، خسرتي جنينك. أهلك برا حابين يشوفوك ويطمنوا عليك. سلامتك إن شاء الله. أنا رح ضلني متابع حالك. الكل هون ناطرك. لكم السلام ولكل الناس. حب طمنكم، وضع المدام يارا الحمد لله استقر، وصورة الأشعة ما أظهرت أي خلل بجسمها، لكن للأسف كانت حامل بالأسبوع الخامس وخسرت الجنين. حامل؟ جنين؟ طيب دكتور نقدر نشوفها؟ طبعا اكيد فيكم، بس عندي رجاء كثير صغير، لا تضغطوها بالاسئله ولا تضغطوا عليها كثير، حالتها النفسيه لسه ما مستقره. حاضر يا دكتور. مع السلامه. شكرا. ما أبقى أحد يعرف أنا وين وأي شغل ممكن نخلصه أونلاين. إن شاء الله أستاذ. أنا ما أدري بس حاسس إنه في مصيبة قاعد تصير. لا هذه أمور شخصية. طيب أستاذ بخصوص إيلي ومرام، تلغي كل الاتفاقات اللي بيننا مهما كان الشرط الجزائي. إن شاء الله. وأتمنى إن شاء الله أن الأمور تكون بخير. خلفان، روح شوف شغلك. إن شاء الله. طلبت منه يمشي عشان يارا ما تشوفه. هو لي عيني يجي هنا بعد اللي عمله؟ سمعني وفاء، اذا شفتيها لا تفتحين مع هذا الموضوع نهائيا. احنا ما صدقنا انها تطلع من الحادث سليمه. انا مش مصدقه يا راشد، مش مصدقه. عبد الله يعمل كده؟ لا، وطلب مني اساعده بعد. تساعده؟
ده ما حدش يقدر يساعده، ده موضوع انتهى خلاص. هو انت مش عارف يارا ولا ايه؟ انا اكثر واحد يعرف يارا. راشد انت لازم تقول للدكتور على سبب الحادثه. انا افكر اقول له، لازم احطه في الصوره. طبعا. نورت المزرعة، نورت المزرعة، وحياتك نورت. تفضل تفضل. يحييكم يحييكم، قربوا قربوا. نورت نورت المزرعة. نورت نورت. يا شباب. الله يريحك ان شاء الله، الله يريحك. تفضل تفضل. بالسلامة. الله يسلمك. عاد عاد بصالح سامحنا، والله ان هالذبيحتين لا قدرك ولا قدر الشباب. الود ودي اني اعقر لك ناقه والله العظيم. عاد عاد انت عاد ربما خليش اشكك ومقز، وهذا شوكه ستشيل ضرب هني ضرب بالخمس. احمد قم قرب برا. يلا شباب قربوا، حطوا ايديكم حطوا ايديكم حطوا حطوا ايديكم. الراس للراس، الراس للراس. بسم الله. يا الله. يا بقول لك يا بابا، راشد كلم عبد الله وطمنه على يارا. هو مش كان لازم يبقى موجود معانا دلوقتي؟ ما هو اكيد ما لقاش حجز طيران. اكيد طبعا حجز طيران. طيب طيب حبيبي انت لازم تروح. انا مش همشي من هنا غير ويارا معايا. وجودك مش هيفيدها بحاجه، انا جنبها. روح وتعالى بكره. طمني الدكتور عليها، حالتها مستقره الحمد لله، يومين بتطلع. يلا عمي عشان اوديك البيت. بابا مش عايز يروح. نقعد معاها يا جماعة. عمي وجودك ما له داعي، المستشفى مانع وجود المرافقين. يلا طيب ممكن اشوفها كمان مرة قبل ما امشي. ماشي ماشي. كويس ان انت اقنعته مش عايز يمشي. خايف على انت لبس حالك تمام. الحمد لله الحمد لله. ها وين انتوا؟ ليش تاخرتوا؟ يلا بسرعه اجروا تهدي. يا وحياتكم نبغى نسوي احلى جوله احلى شاعر. يلا يلا ابو يعجل يلا تهدي تهدي تهدي. وحياتك عينك الحين احلى جو. منو قال لك انا اطرح الجو؟ يا عمي فكها فكها، نبغى نحتفل برجعتك بالسلامه. ليش انا وين مسافر؟ رحت كم يوم ورجعت، ايش فيك؟ يا شوف 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 دمك. شوف الويو الحلوه الغاويه، شوف جميل. الله الحبيب Thank you.
ماني مدور لك عذر للخيانة، وماني متعبني بكثرة التفاصيل. ما يستحق الجرح أتعب عشانه، وما تستحق أسباب غدرك لتعليلي. لكن سؤال وجاوبه في أمانة، وشلون تلقالي عوض في المقابيل؟ قلبي قلبي مغطيك بوفاه وحنانه، شايلك بعيوني بدون أي تأويل، ورافعك لعلى ما يسمى مكانه، ومهما عطيت أحس إني دايم بخيل. ماني مدور لك عذر للخيانة، وماني متعبني بكثرة التفاصيل. ألو، هاي هيني، عامل إيه؟ سوري ما عرفت أكلمك من قبل كده، بس أنت عارف يعني. لا لا، هي كويسة الحمد لله، إصابات خفيفة بس. بفكر إزاي هدبره. طيب خلاص خلاص، هشوفك بكرة، باي. Thank you.